خويا اللي تصدق كنحبسها. اصبر. السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم كما كتشوفوا معايا الجو زوين الحمد لله، وكنتمنى في هذا النهار كما هو زوين حتى نتوما تكونوا اوقاتكم كلها زوينه. وبغي نقول لكم كنحبكم الحمد لله، يعني فين ما كنبغي ندير شي حاجه كنكون فرحان انني نتواصل معكم. واليوم بغيت ندير واحد البرانك في ساره. ساره كما عرفتوا انها مسكينه، عند البنت ديالي عندها 4 شهور ودابا راها حامله، وسبحان الله العظيم صعيب ان المراه مسكينه تكون يلا خرجت من الحماله والله ولدات والبنت صغيره ومازال عاود تحمل، يعني كتكون معرضه لواحد الضغط كبير كبير كبير. الله يسمح لنا من الوالدين. الكلمه اللي كنسمعها بزاف ولكن ماكش كنحسها، حتى انا عشتها وشت الاولاد وشت العذاب ديال الام. فصار يحسن عوانا والله العظيم، ما كتنعش بالليل وكتقيا ومسكينه حسب واحد الاحساس زعما سبحان الله. يعني هي في اي وقت الى جات الضحكه كتجي له فوغير، بحال كتخرج من هذاك كتخرج من الاسف والاسى اللي كتحسوا انها كتفيق بالليل وخصها تراقب البنت والحماله وكتقيا بالليل. اون فوا كتجي شي فرحه كتعطي العين لنفسها انها تبقى تضحك بلا ما تشعر. ليسونسيال انا بغيت ندير في هذا البرانك خوتي باش نعطي جواب للتساؤلات ديالكم، علاش كتضحك؟ لان شو البرانك اللي درت في اختي ايمان ولا البرانك اللي دار في ميمه، يعني هي هي كتضحك هي كتضحك هي كتضحك هي كتضحك. فعلا انا اليوم بغيت نخاصم عليها ونقول لها هادشي راه يفقد المصداقيه ديال الناس. يعني حنا خصنا نكونوا جديين في الخدمه ديالنا، وبقاو معايا نشوف ردة الفعل ديالها وشنو غادي تقول لي باش كنا نكونوا هكاك في الصوره. كنحبكم، شكرا لكم وبقوا معنا خوتي. السلام عليكم، انا رجعت للدار وان شاء الله الرحمن الرحيم نحط الكاميرا في شي بلاصه نشوف ساره باش نبدا المقلب ديالي. بقوا معايا. السلام عليكم. يا بسم الله. ساره نعم يلا تعطينا شويه يلا صافي بقاو داوين استوتوا للدار يلا الله يلا خدو غارة. وين الله؟ صوبتي للرضاعة ديالها؟ أكيد هي كنمشيو ونجيو دغيا، ولكن راك عارفه تقدر يشدنا الواد بالهضره ديال البنات يقدروا غير الساعه بقات كتبكي لك شنو غتبكي لها؟ والله دغيا ونجي ونساها ولا ساعه ولا لقينا سويعه المكانه ولا حنا عارضين عليهم من العشاء وهادشي كيطبش غادي تسطيتي انت راه غتجي الواليد راه ما غاتجيش الواليد ما يجيش خواتاتي. ايوا طيب واش اللي كان؟ ما عرفتش على ماما وبابا هذا كيجيو بوحدهم. ايوا شنو نطوبوا لهم ما ياكلوا؟ ما فهمتش علاش ديني خلي نصوب انا العشاء ونتسير دابا الوالده مالا غنمشيو تماك هي اللي غتجيب بوحدها، يعني البنات غيكون يقدر كل والد غادي نهار يكون يقدر ياخذ ياك عارضين عليهم العشاء. اسمعني اسمعني فهمت انا هذا المرض ديالك والله ما فهمت. اسمعي ساره دوي راه الوالد ملي كيشوف البنيته كيفرح وكيبقى يلعب بها وحشو واحد من يدو وانت عارف كيفاش داير. ما قلتي هادشي حتى دابا عارضين على الناس العشاء. مازال الحال مازال الحال يلا ستونس فينكم في الوقت يلا ستونس ايوا معاش غيجيو الناس والله يهديك ساره. انا غادي تصوبي لي البيبرون ديالها باش نكونوا جايين دغيا اشنو خصاتي الساعه ساعه بروح الحمد لله بقات هذيك النهار مشيت بقات كتبكي يلا 5 دقائق كتبكي كتغوت صاحبي تنعيا مهز محط هز حط عرفتي شحال تشواكش ديالها وشحال تعروينه والبيبرون ما غادي لا شواكش لا والو غادي غير فوطه وكوشه وحده وصوبي لها العويصر ديالها ويلا نمشيو فهمتيني. واش نقول لك انت بعدا قبيله كنبقى في لي كومونتير زعما داكشي اللي كندير راه حشومه والله العظيم حشومه. عليك شنو كندير؟ فقدنا المصداقيه مع الناس فقدنا المصداقيه مع الناس. انا والله باش تخرج قبيله باش تسخر تلاقيت مع شي ناس كلموا عليا قال لي شي بحال انتم كنعرفوكم وكنعرفوك واحد الانسان مزيان بحال هادشي اللي انا كنكذبوا على عباد الله كريدو درتيها معايا درتيها مع ميمه. شنو كتبقي تضحكي؟ اويلي تصدق كنحبسها. فاش حبسيها؟ ما لقيتش كيفاش ندير. واش يعني مسطين ديك 36 هذوك اللي باري ديال الحمقين
ما فهمتش الناس كيضحكوا على شي حاجه. صافي حمزه كررتي هذا الموضوع بزاف، ندمتي وانا كاع. شوفي شوف الله يرحم باك هاد الفيديوهات ما بقاش كاع نبان فيهم. شي لي فلوق ما بقاش بان فيهم ولا المقاليد ما بقاش بان فيهم. ما نبان حتى الزقه صافي والله الا ما رضيتش. شي حماقيتي ولا مالك؟ هو اللي فيا الضحك كنحبسها. يعني كنقدموا واحد الماده ايجابيه. ما قديش. لا ما قديش نرجع للور، ما بقاش نقدم. صافي انا نرجع للور، ما بقيتش كاع بغيت نرجع للمقاليد. حاولي 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 تكوني عندك واحد المصداقيه للناس، الناس ما كيعرفوش الواقع. صافي اخويا ما بقيتش عارف. هذا كتكذبي دابا انت. صافي دابا انت بزاف الناس كي انك بحال كتكذبي عليهم. صافي نكذب، صافي ما بقيتش قاده كاع نصبر. انا سبحان الله العظيم الضحك كتسوقني. شوفي من الان فصاعدا، من الان نقول لك من هنا ممنوع من عن كل. وما بغيتش كاع الزمر تاع الفيديوهات كله، ما بقيتش كاع بغيت حتى حاجه. ما بقيتش بغيت والو انا. ويلي مرض هذا. ويلي جاتني الضحكه شنو ندير؟ راه ما بغيتش نفرج الا ضحكت كملت الضحكه عاد باش غادي تقول السيده راه صافي هذا راه تيضحكوا. انا حاولت نضحك وندير الزفاكه فيها شي حاجه ولا ساره يه. والله ما عاقت بالكسيده ما عاقت. انت كتزيد في الزمر. سمعيني انا كنقول لك وكنقل لك كلام ديال الناس حيت انا عارف كيفاش دايره. سمعتيني ولكن انا الناس ما عارفينكش كيفاش دايره. انا كنقول لك شوفها حمزه وسمعني. انا ما عنديش مع المقاليد صافي، راه عارفيني الناس عارفيني فوق ما ندير شي مقلب كتجيني الضحك عارفيني صافي. شوف هاد المره ما بقاش تعول عليا في المقاليد. غير اسمعني فاش نكون شي حاجه غنديروها الناس خصنا نديروها بمصداقيه. يعني ملي كنشوفك واحد الله يرحم باك يلا دابا لداركم الله يجزيك. ما بقيتش كاع تستحمل هادشي يا حمزه. سمعيني والله الا ما ردت كاع ما بقيتش كاع حامل كاع اليوتيوب كاع. شوفي الا ما كنتيش كتسمعي كلام الناس. لا انا كلام الناس تسمعوا ولكن جاتني ضحكه كامله. لا سمحي لي عائلة هذيك عائلة ديالنا كنهضروا معاهم عبر هاد الامور. لا فلوس لا ملي كنقرا لي كومونتير ديالهم ما بقيتش اخويا. هذاك نقد بناء. نقد بناء كناخذ بعين الاعتبار. البارح حط سفيان في طوري بان سارة مسكينة راه ما تقدرش تصبر وصافي قلت له راه هذا ما عقل. سمع ويلي حمزة سمع كاين بعض انواع ديال النقد اللي كنعتبروا انا تافه لان الناس غير شي واحد حاسد من عندي نفسه ربما كيعرفنا او ولكن كاين شي امور اللي فعلا ملموسه وانا كنشوفها وقالها حتى عمي في المقلب اللي درتي المهمه. صافي الله يجازيك والله ما بقيت قاده كاع على هذا الزبل. صافي ما بقاش دير لي مقالي صافي. سمعي انا كنعذرك في هذه العصبيه. وما تعذرني شيء صافي الله يرحم باك. فهمتيني كنعذرك في هذه العصبيه ولكن ملي ترخى وتكوني جالسه مع راسك بالعكس هذوك راه نقاط ايجابيه انه كيشجعوك على انك تصلحي في هذه الاخطاء ديالك. ما تكونيش بحال هكا صار راسي ما بقيتش ديري مقالي. ما بقيتش بغيتهم اخويا كاع. سمعتيني انا تنضحك انا اي واحد دار لي شي غريماس من البعيد ولا شي حاجه كتجيني الضحكه. كيفاش اي واحد؟ اي واحد شي ما داك النهار دارت لي بحال هكا جاتني الضحكه. اري الدريه اري ويلي اضرب شويه. شنو هي خاطري؟ اضرب شويه باش تغوتي. باش كتغوتي دابا؟ لا تعصبت. باش كتعصبت؟ لا عصبتيني لان ما بقيتش بحال هكا. اسمعي شويه معايا ويلي كل نهار تجبد لي هاد المواضيع ما بقيتش حامله كاع والله ما بقيتش. اضرب شويه حمزه. اضرب شويه خلعتيني حمزه. اضرب شويه باش تغوتي. ويلي صافي ما غاديش. النقطه السلبيه اجري هنا. ما بقيتش كاع اش قلت لينا؟ وهي سنتا قلت لك اجري انت انا باقي تابعني انت غادي تقري معايا. قلت لك اجري هنايا. اشنو؟ ريح هنايا ما عمرك تنوي تخليني نبقى بحال الحمق. شنو؟ يلا شنو؟ حنا كنناقشوا امر اللي هو خاص بي وبيك. كل نهار نناقشوا هادشي. فين كل نهار؟ يلا البارح جبتيه معايا باش سفيان دار سطور. لا خرجت برا تقلق صافي كنقول لك شنو الداخل اللي فيه ضرني باش تاخذي بعين الاعتبار المره الماجيه. وما بقيتش بغيت المقاليد. لا واش بزز؟ العالم كامل كيخدم هاد المقاليد. تجيني الضحكة. لا انا كتجيني الضحكة. دابا شوفي. ما تقدرش تصبر. دابا كتحاول. شنو نحاول؟ حاولي تكوني جدية. وما عنديش مع داكشي. انا فوق اي براندر وتا خوتي كنضحك فيه. ما تضحكيش. ما يمكنش. يمكن. لا ما يمكنش. مزيان بقات واحد الحل. عندو شي براند نعطيه لامك واحد الصفيقه نزنزنك تتولي معصبه عاد دير معايا وقتها. لا وسمحي لي يا ساره وخذي ما تقلقيش. لا والله الحق والله ما بقيت بغيتهم صافي. صافي عاد الناس الحق انا كنضحك صافي ما بقيت ما ندير ويلي. بنتي شي هاد المرة هادي. واش ما غاديش. تسنى واحد شويه تسنى شحال من ساعه. جوج مني تقول شتا فاش ترجع انت اللي تدخل معايا الكوزينه. شحال هادي ما عرضنا عليهم في الاخر غادي ما يلقاو حتى زفته. وانت راسك لا حاجه كتعرفي كيفاش توجدي الشيء. واحد كاع بغينا من النهار بكري والصواب والقاد. مازال العشاء ما تقطع 10 الليل يعني دابا والله ما عرفتي 6 ونص وما عرفتش شحال باقي الوقت. صوبي الشيوات على خاطرك. اش خليتيني نلبس الخامي دابا مالك اصاحبي؟
صافي سير دابا دبر راسك شوف شنو غدير. اجي نقول لك زورتي عليك. صافي كلامك شي شويه مع راسك، ما بقاش تقول لي كلام عايب. وديما كنتنبه منك. قلت شي عادي دابا انت. هو انا اللي الشيطان صار وقول لي شي كلمه زوينه. شنو نقول؟ ولكن سمعنا نهضروا شي شويه جلست. وصافي مليت اصاحبي خصني نمشي تخنق. دابا واش دابا امشي ولا نمشي نبدا في الطياب؟ راه حشومه عيب. خصهم يجيو يلقاو داكشي مقاد ماشي انايا في الكوزينه وهما جالسين يهضروا ويضحكوا حشومه. نو دابا عرفتي جد الله يحبك يسير بوحدك. ودابا طيب شنو غتطيبي لينا بقره؟ وين نصاوب لهم الدجاج والحيمه فهمتي؟ ايوا داكشي راه خفيف. داكشي خفيف؟ اي غادي لحم البرقوق. كيفاش داكشي خفيف؟ واش لحم البرقوق؟ ايوا هي زيد. والدجاج مقلي بالفريج. ايوا مالك؟ ايوا شنو مالك؟ تبارك الله كنتي في المطعم كتصوبي 30 بلا في ساعه ولا ساعه. اويلي اويلي دابا تنضخ وتنتقيه وتندخل الكوزينه كنصوبي شي سته كنخرج تنبغي نرد. ما كاينش دابا حمزه ما تبقاش تحكر عليا حمزه ما تبقاش معايا بهذا الاسلوب انا كنستغرب والله تسخرت هادي الحبيب ديالي وهضره زوينه وكلمه طيبه والهدوء باش كنضرب معاك واحد جلسه كتغوتي دابا قولي اش بغيتي ندير لك دابا باش نطلب منك السماحه نقول لك مراتي حمزه الله يرضى عليك نهز بالله صافي عاد ما ادري واش شويه وبردي على راسك وهضره زوينه فهمتيني ولا جبت الصمته وراك عارف علاش جبت الصمته سير الهضره بزاف تفعلني الله يحفظك. شنو قلتي؟ صافي صافي. شنو قلتي؟ والله حتى فيا الضوء، اقسم بالله حتى فيا الضوء زكا. طلعتي لي في راسي بيني وبينك، خاصني نشوف شي مره اخرى بيني وبينك. صراحه. فيا خويا من غدا. لا لا بيني وبينك بنتي لي. سير سير. بنتي لي في شكل. ما دايعين سير. بنتي لي. حمدك الوالدين يلا باش دغيا نسالي من وجود راسي. يلا اعتذري ليا عرفتي غادي نمشي. شنو هو؟ اعتذري. مالك انت شنو درت لك؟ ديك كنتي تقف هاد الاعتذار عندك شنو هاد الحاله اللي درتي لينا في اليوتيوب اعتذري اويلي في يوتيوب درتو انت مالك كيفاش انا مالي انا واحد من دوك الناس انت واحد من دوك الناس شنو درت شنو انت ايوا فاش كنديرو شي موضوع ونبغيو نديرو بناء ونوصلو ميساج للناس وانت كر 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 هاد شي هبيله كذهب الى ضريب الحجر كيفاش انا مالي الله لا بقيت ندير شي زفته صافي يلا كر كر يلا انا نكركرو في نوبه كاع والله ما ندير شي زفته والله تبي سبحان الله غادي ما كتفهميش ليا تفكر تنسرع غير صبر غير صبر خذ شويه الماء خذ سارة انسان يكون الله يحبك خليني نرتاح صافي تي جيب خالتي مره اخرى شوفي شوفي ساره واش يجيك من الاخر اسمعي عشان طلع لي في الكلاس اللي كنا غنديروا شي حاجه تكون فيها مصداقيه ونوصلوا للناس ونمشيو فيها هي هذيك سيروا حمزه حمزه الله يجازيك عمليت بقيت حمد البرانكات خليتهم لكم سيروا انتم ديروا برانكات انا ما عندي ما ندير بهم والله ما عندي ما ندير بهم انا هكا كنضحك راه ما تعقطاش نهائيا في الدار وما احد عليا البرانكات سير ديرهم مع خواتاتك ومعها انا ما تنقدرش عليهم ايوا خواتي جاو نهضر خواتاتي دير برانكات معاهم دير برانكات مع دارنا دير برانكات كيما زوج ما كنتي ماشي مجوج وما انا ما نصدقش برانك ويلي بزز خاصك تحاولي ما تنحاولش لا تحاولي الا ما كنقدرش نكذب انا على عباد الله ما تكذبش والله ما تقدر ما تقدرش تصبر والناس كيسحابوك كتكذبي بالطريقه بالعكس ملي كتصبري وكت ما تقدرش اويلي ما تقدرش نمثل انا ما عنديش مع التمثيل صافي هذا ما عطى الله اويلي بزز يعني انت دابا حمار انت انا حمار انت يا حمار حمار كل باقع يلا ما راك حمار ضيت كلي كنتعد اوه هو زوين شو قالت شوف قالت لي ما تعيش ماما قالت لي ما تعيش ماما يا كمان زوين الله شوفي نقول واحد القضية سمعيني واحد القضية سمعيني هذا كاع الناس اللي كنعرفهم سمعي كاع الناس اللي كنعرفهم في الخدمة اللي في الناس اللي تلاقيتهم في الحومة مالهم 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 قالوا لي مرتك كدابة
كدابه؟ علاش كدابه؟ المهم كلشي، حيت علاش انسان كيبغيك؟ علاش كدابه؟ واسمعي نهضر معاك، بغيت نعرف علاش كدابه. انسان ما كيبغيك ما كينافقكش حيت كيبغيك. واش كدابه؟ علاش كدابه؟ علاش كيبغيك؟ علاش جبتي له معاك كدابه؟ فاش كدابه؟ ولكن كتباني كدابه. فاش؟ كلشي كيفاش كتضحك، كيفاش كدير شي امور، يعني ما عرفتش انا نكون بحالهم حتى انا نقول هذوك يكذبوا. ايوا قول لهم حطوا بلاصتكم في بلاصتي، والسيده ضابط عندي قالت لي شي كلمه نديرها. الناس ما عارفينش. ما خديتش الصبر ويلي. واش حنا غنلوموا الناس؟ انا اختك معمره دارت فيا بحال هكاك عيا جاتني الضحكه. شريفه. عادي. شريفه. الناس كلهم اتهموك بانك كاذبه وكذابه وهادشي كضرني في خاطري. شوف بيني وبين الله. سمعي. كذبه ولا ما كذبه؟ الناس كيقولوا انت كذابه. وفعلا انت كذابه. شنو فاش كذبت؟ ما عرفت. فاش كذبت؟ بزاف الحوايج. فاش كذبت؟ بزاف. ما عرفت. شحال مره كذبتي عليا انا نيت؟ شحال مره كذبت كذبه عليا؟ كذبت عليك. هي هي. انا بعمري كذبت. انا راجلك كتكذبي عليا. انا بعمري كذبت. كذبتي عليا. باظ. هي. والله حيت باظ. وقلتها لامي ما جميله وقلتها لعمي سعيد وقالوا لي سامي قول لها والو اسكت. ويلي. هي انت كذابه. نقول لك في وجهك. انا كذاب. عندك الدليل؟ عطيني الدليل. شفتي معنا في كاميرا خفيه. براك. طلعها. خوتي السلام عليكم. والله تا كنت مخرجه من ولكن واخا ما بغيتش ندخل معاها في القاصح. كما شفتوا راه حامله وكتخيا بحال شي حاله. المهم اخوتي كما قلت لكم في المقدمه قبيله هي راه كدايره راه هبيله 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 با 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 وقلبها بياض وهمتي وكتكلم بعفويه وكتضحك بزاف. اللي بغيت نقول لكم وحنا فعلا والله العظيم لينا عائله وحده وكنبارطاجي معكم اي حاجه وكنبغيوكم والله العظيم الا كنبغيوكم وكنكرهوش تكونوا معنا وتشوفونا كيفاش كنعيشوا. وساره مسكينه كما كتشوفوا راها شويه معذبه و والله خوتي ما تنديرها بالعاني اقسم بالله انا كتجيني الضحكه ودائما بادر سفيان وفيزه في لي برانكات يخليوني بعيده صراحه دائما عارفيني كيفاش دايره ولكن اختو ما عقلتش بيا علاش حيت انا ديما كنضحك معاهم ديما اي حاجه وقعت المشاكل ديال بصح عندهم في الدار وانا كنضحك معاهم باش نبرد المشكل فهمتي ما جاتنيش انا زعما والله ما عقلت اصلا حيت عارفاني كيفاش كاركتر ديالي كيفاش داير وما تاخذوهاش مني قلت صواب وبرانكات نبعد منهم كما قلتي وصراحه ما تنصبرش لا لا غتبقى في البرانكات لا لا ان شاء الله ان شاء الله غادي نحربيها مزيان وغتولي ان شاء الله مزيان ان شاء الله وغادي تحاول تحمل وكنتمنى دائما نجيب لكم جديد ونفرحوكم معنا ونبارطاجي معكم اي حاجه كاينه في حياتنا قد زوينه قد خيبه وكنتمنى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظه اللي تكونوا كلكم سعداء وتكونوا بخير وعلى خير وربي يسر لكم ويدخل عليكم هذا العام بالخير والخمير وش نقول لك وتا انا فرحان لانني عندي بنيتها وكانت واحد 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 خنيفيش كاين في كريشها كنتمنى يا ربي يكون وليد يا ربي وتكون فرحه فرحتين قريبين ان شاء الله غادي نمشيو لعند طبيبه وديك الساعه نديرو الفلوغ وتشوفوا ان شاء الله باذن الله شنو عندنا واش وليد ولا بنيته وغتكونوا حاضرين معنا وطبعا حتى هو غادي يكون ولدكم ولا بنتكم يا ربي امين لاله خطاكم علينا شكرا بزاف ما طولوش عليكم ما تاخذوش مني قل الصواب قسما بالله حتى انا هكا وسامحوني الا درت شي حاجه باش تسلتو شكرا شكرا.